مستر محمد ربح، حضرتك جنرال مانجر ل زد ار اي، وعم بينا تخبرنا شوي عن بيروت ديجيتال ديستريكت وشو العالم يلي ما بتعرفه عن هيدا البروجكت. اوكي، منطقه بيروت الرقميه تم اطلاقها برعايه وزاره الاتصالات بسبتمبر الماضي 2012. الكل كان عم يتساءل شو هي، اليوم عم نعمل لانش وعم نورجي العالم شو الفيجن والرؤيه اللي عنا اياها للعشر سنين الجايين لمنطقه بيروت الرقميه. منطقة بيروت الرقمية هي عبارة عن منطقة اللي عم نطورها بمدينة اللي عم نطورها بمنطقة الباشورة لا تستضيف كل الشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا والكرياتيف المعلومات والمعرفة eventually. بهالمنطقة اللي عم نجرب نعمله انه نجرب نعطي كل الخدمات يلي هالشركات تتطلبها من الشركات الصغيرة يلي حتكون مستضافة ب what we call incubator accelerator park، وهون معنا البارتنر تبعنا بيريتك يلي هي اول مبادرة بقطاع التكنولوجيا لاستضافة هالشركات النامية يلي حيكون عندهم access لفنشر كابيتال فاندز، يعني ناس يستثمروا معهم اذا كان فكرة ناجحة. في كمان حيكونوا عم يعرضوا محلات وين واحد في يروح يحط الديسك كمبيوتر تبعه يقعد يشتغل لنهار واحد، وهالشي حيكون فيه يدفع $20، بيروح بحط اللابتوب تبعه، حدا جاي من برا بيكود عنده انترنت كهرباء كل السيرفيسز دغري موجوده افيلبل. وفي عندنا الكوميرشال بارك، الكوميرشال بارك هو اكثر للشركات المتوسطه الحجم وكبيره الحجم يلي فوق ال 200 متر. فكرة منهم هالشركات يكونوا عم يتفاعلوا مع بعض، يتعاونوا مع بعض، يشتغلوا مع بعض، يعني الشركات الصغيرة بتعطي الخدمات للشركات الكبيرة، وأوقات الشركات الكبيرة بتتطلب أفكار جديدة من الشركات الصغيرة. كيف حيكون هاي؟ حنقدم لهم مثل shared facilities، يعني خدمات مشتركة، مثل قاعات للاجتماعات، قاعات للمؤتمرات، قاعات اللي هي حتى ريتيل كانتينز اللي الكل بينزلوا بيقعدوا بيشتغلوا بيدرسوا فيهم بيعملوا فيهم بيقعدوا، libraries، فري واي فاي بكل منطقة بيروت الرقمية يلي كله حيكون عنده واحد كارد يلي هو BDD كارد يلي هو بارت من هالمجتمع هالكوميونيتي يلي كل ذي شارك هوني بيلتقوا مع بعض بيحكوا مع بعض بيكبروا مع بعض. مع هالشي بما انه حيكون عنا commercial medium to large size enterprises يلي حيكون عنا ايه هو كمان 3 to 4 star hotels لكل الجايين من برا لكل هالشغل يقدروا يكونوا جنب الشركات يلي بدهم يشتغلوا ويشتغلوا معهم. بلس حيكون عنا small furnished apartment and small units apartment European types of apartments لكل هالجيل الصاعد يلي عم نشوفه يلي عم يشتغل بالاشياء الرقمية يلي بده شقة صغيرة 60 70 80 متر مثل European type of apartment فيهم يقعدوا within the city بسعر مقبول لألهم ويقدروا يكبروا. This is what we want to create and achieve ببيروت ديجيتال ديستريكت. شيء interesting أكيد. وين يعني وين أي مرحلة هلأ أنتم من المشروع؟ اليوم اللي عم نشوفه هون إذا فينا ناخد بس صورة على أي أوكي على اليوم المنطقة بيروت الرقمية هي الماستر بلان لتطويرها عبر العشر سنين الجايين يعني لحديد 2023. اليوم already صار عنا 8000 متر operational من الأوفيسز، عنا 2000 متر من الريتيل. بأيار 2014 بيكون صار عنا حوالي 15000 متر من المكاتب. بيرجع المرحلة الثانية اللي حتخلص ب 2017 بيكون عنا حوالي 45000 متر من مكاتب furnished apartment share facilities و furnished residential apartment. الشركات حيكون عنا نحن الموديل بال 45000 متر حيكون حوالي عنا بنطلع على 100 شركة صغيرة و 100 شركة متوسط الحجم وكبيرة تقريبا. إذا بدنا نقول هيدا بروجي يمكن مهم كتير لبيروت ومهم كتير للبنان لأنه بحطها هيك أكتر على الخارطة العالمية، كيف شوف تخبرنا عن دور الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بمساعدتكم بهيدا المشروع؟ المشروع هو برايفت، يعني القطاع الخاص اللي عم يقوم فيه اللي هي زد ار اي مع بالتعاون مع بيريتك، والحكومة وزارة الاتصالات شاغلة ومشجعة هالمشروع كفاسيليتيتر. الوزارة أهم شيء يلي بدها تعطيه اليوم مادة فايبر أوبتكس لبيروت ديجيتال ديستريكت لمنطقة بيروت الرقمية، بعد ما ناطرين المرسوم ليتمشى هالفايبر أوبتكس وعم بجربوا يعطوا أسعار كومبتيتيف للمنطقة
يعني اليوم للأسف اليوم السعر الموجود أغلى من الأسعار اللي منلاقيه بالمنطقة حوالينا. اليوم لبنان عنده أهم شيء هالشباب الصاعد وهالعلم يلي يكون يلي بيشتغل بالميديا بالديجيتال ميديا بالكرياتيف اندستريز, وكيف بدنا نخليهم هون؟ لازم نأمن لهم كومبتيتيف ماركت تورز ذا ريجنال ماركت. هالشيء وزارة الاتصالات حتجرب تأمنه عبر الإنترنت بأسعار متنافسة مع المنطقة, ومنتمنى نقدر نحافظ عليهم ونحن نأمن لهم البيئة يلي فيهم يشتغلوا فيها يعيشوا فيها وحتى يلعبوا فيها بالنسبة لنا يعني كل يوم, وبأسعار تكون مقبولة نوع من حياة. خلاص صارت حياة بيئة متكاملة. حتى عم نفكر مثلا من الأشياء نعملها هي كيندر جاردنز للأمهات يلي بتشتغل, حتى يلي تقدر تشتغل تحط أولادها كمان, نوع من أشياء متكاملة للكل يقدر يكون عاد عم بيقدر يعيش ويشتغل بهالبيئة. حضرتكم هلأ بأرابنت, شو بتخبرنا عن هدف أول شيء المشاركة وشو البلاس يلي أخذتوها من هيدن؟ لا شك أنه أرابنت صارت من أهم كونفرنس مؤتمر عم بيصير على الصعيد الوطني للقطاع الرقمي وقطاع ديجيتال أند كرياتيف. واليوم لازم يمكن هذه السنة اليوم كمان عم بيكونوا بالسعودية بدبي بالمنطقة, بس عم بيجمع أهم الفاعلين والشركات يلي بهالقطاع. فاليوم حبينا نحن نورجيهم هالمشروع يلي هو آخر شيء بيقوم على التعاون مع هالشركات حتى نسمع لهم شو بدهم وكيف فينا نحسن ونقدم لهم هالمشروع ليقدروا يجوا اليوم على بيروت منطقة بيروت الرقمية ويستفيدوا من هالفاسيليتيز ونكبر سوا معهم. شو كان فيدباك العالم يلي سمعوا عنكم تبعوكم؟ شو سمعتوا فيدباك عن هيدا المشروع؟ للحقيقة وهيدا كل مرة اللي بنسمعه الكل عم بيقول يعني مشروع عظيم وجبار للبنان ولازم يصير. وللحقيقة مش بس ببيروت, بالنسبة لنا مثل ما قال مبارح الوزير مثل ما الكل لازم انترنت ما بقى لازم يكون نوع من سلعة, لازم يصير خلص شغلة متواجدة للكل كل بلبنان, خصوصا للشباب يلي المتعلم بدل ما يطلع لبرا ليقدر يكبر من هون ويضل هون. وبالنسبة لنا لبنان في يصير هو لنقولها بهالكلمة المطبخ تبع كل شيء كرياتيف, يعني the production facility of everything creative. الكل عم بيقول بليز جو اهيد ضلكم كملوا ونحن هيك حنروح لقدام مع كل هيدا, مؤمنين بهالبلد مؤمنين بالشباب بهالبلد ولهيك فتنا بهالمشروع. ويل دو ايفريثينج بوسيبل تو ميك ات هابن حتى قبل الوقت اللي نحن مهتمين فيه. هل عندكم مخاوف يمكن من تاثير الاوضاع السياسيه؟ في مخاوف تجاه هيدا الموضوع؟ لا شك واحد ما في يخفي الاشياء, بيتاسف انه بكل فتره اللي كان في لبنان يقدر يستفيد من الشيء الأشياء اللي عم بتصير حواليه, إنه بصير عنا حوادث بتدخلنا بتأخر هالشيء. لأن اليوم كمستثمر أي مستثمر لا يقدر يجي بده ياخد بعين الاعتبار المخاطر الموجودة, وللأسف اليوم المخاطر عم تكبر بهالحوادث يلي كل واحد موجود بهالمؤتمر يلي عم بيطلع كيف يكبر وكيف يكون انترنت وكرياتيف وتوكيتر بيقول يا ريتني فيني ابقى بلبنان وبدي ضلني بلبنان, بس بيطلع هالحوادث عم بتكون تعاكسه. فأكيد أكيد عنا هالمخاطر, عم نضلنا عم نكبر مثل ما قلت نحن اليوم 8000 حنكون 15000 متر السنة الجاي, بس فينا نحن في 45000 متر ب 2017 إذا الأوضاع بتسمح لنا فينا نخلصها ب 2015-2016, إذا الأوضاع ما سمحت يمكن تأخرنا شوي حنعملها, بس هالوقت يمكن نتأخر شوي أو نقدر نسرع. نتمنى نسرع ويساعدونا بهالبلد ليهدوا الأوضاع بس لنخلونا نمشي لقدام. شكرا لكم. بيروت الرقمية اللي عم نشوفه هون هو الماستر بلان تبع منطقة بيروت الرقمية يلي بننوي اعمارها بالعشر سنين القادمين. المنطقة بتبتد من تقاطع بشارة الخوري مع فؤاد شهاب يلي هو هالجسر هون مع هون بداية بشارة الخوري, وبيمتد لوجه بناية المالية يلي منهرجة عنا منو. فمنطقة هالمنطقة هي موقعها سنترال لكل بيروت, يعني هي منطقة الباشورة يلي لليوم انتركت وما أي حدا فات عليها بعد اتس نو مانز لاند من وقت الحرب. فاليوم عم نبلش لنقدر نطورها نجرب الكوميونتي تتحسن ونجرب نطور هالمنطقة. هلا اللي بلشنا فيه هو عبارة عن بنايات موجودة اليوم عم نرممها. أهم شيء بدنا نقوله كل بناية ذو طابع أثري ذو طابع لبناني عم نجدده, بدنا نحافظ عليه لأنه هذا الشيء بالنسبة مهم لنا كثير من ناحية تراثنا. والباقي حنعطي state of the art modern
infrastructure, IT infrastructure, وهالبنايات اللي عم نشوفهم حتكون أهم شيء تحت هل حنكون عم نكتر قد ما فينا الأوبن سبيسز والجاردنز حوالين هالبنايات للعالم تقدر من هالزاوية لأي بناية لهالزاوية تكون عم تمرق بحدائق بجنائن تكون عبر البايسيكل تبعولهم. So it's a very lead environmental type of environment. تحت across the platform حيكون في shared facilities لكل واحد ساكن من هالبناية لهالبناية لأي بناية بينزل بالكارت تبعه اللي هي البدي دي كارت في يكون عنده access يا أما لكانتينز يا أما لكونفرنس رومز يا أما لأوديتوريومز and they can time share it with other companies لأما حتى مثل ما قلنا لكيندر جاردنز للريتيل شوبس and they can use their card وكلها accessible. So الواحد صار عنده هالإحساس أنه هو part of a community the BDD community the digital community.